بسم الله. أعزائي طلبة تانية علمي، اليوم محاضرة اليوم بإذن الله ناخذ فيها الباب الخامس، وهو يتحدث على النهايات. يتحدث على النهايات، النهاية طبعا نهاية الدالة. هذا الدرس يعتبر من مداخل التفاضل، يعتبر التفاضل من أهم الدروس في الرياضيات الثاني علمي، والنهايات تعتبر المدخل الرئيسي لدرس التفاضل. إذن نحن الآن نحاول بقدر الإمكان أن نحن نبسط هالموضوع هذا لكل باش يستوعب. ركزوا معي، درس كويس، درس شيق جدا، نحاول احنا بقدر الامكان ان نبسطوا هذا الدرس. هذا الدرس نتناوله من خلال هالمثال اللي قدامي على السبوره، باش نشرحوا مفهوم النهايه. مفهوم النهايه طبعا نهايه من؟ نهايه الداله. نهاية، فهمنا كلمة الدالة ماذا تعني؟ نهاية قيمة صاد بتحديد قيمة سي. كويس، شوفوا معي، إذا كانت عندي دالة صاد تساوي دالة في سين، كلام هو نفسه، صاد تساوي دالة في سين تساوي 4 سين ناقص 5، هذه دالة. الدالة هاد لو بنناقش النهاية عند نقطة معينة، نقشها عند نقطة معينة ولتكن الثلاثة، ولتكن الثلاثة، ماذا شنو الكلام اللي تأخذه أنت أستاذ؟ نأخذه الآتي، أن قيمة سين، قيمة سين على المستوى الديكارتي، هنا لاحظوا هنا قيمة، هنا واحد اثنين ثلاثة، قيمة صاد نعرفوا احنا قيمة صاد هان صورتها خط مستقيم. كويس، نبغوا احنا النهاية، نهاية هالدالة هاد عندما سين تقترب، خد بالك الكلام، تقترب اقتراب شديد منين؟ من الثلاثة. أهي نعرفوا احنا هذه قيم سين، هذا قيم سين، قيم سين أنا أربعة، هذا قيم سين. نبغوا احنا قيمة صاد أهي عندما سين تقترب من الثلاثة، اقتراب، اقتراب شديد. شوفوا هان، الاقتراب اثنين، كيف؟ واحد يقول يا أستاذ أنا نقترب من الثلاثة في هذا الاتجاه، منين جينا؟ جينا منين؟ من السالب، سالب بهذا الشكل، الاقتراب اهو، وهذا يسمى الاقتراب من اليسار، من اليسار، او يكون الاقتراب من جهة اليمين. شوفوا، شوفوا الكلام هنا اهو، باش احنا نوصلوا لمفهوم هالنهاية هاد. الاقتراب يعني لاحظوا هنا أن قيمة سين تقترب اقتراب، أشوفها قيمة سين بصفر، قيمة سين بواحد، قيمة سين اثنين، قيمة سين هنا اثنين ونص، اثنين فاصلة ثلاثة كذا، من قبل توصل للثلاثة كم تكون هنا القيمة اللي بتطلع لي، هي هذه اللي ندرسوا فيها وبنحاولوا أن احنا نفهمها من خلال هذا الجدول. أو شوف، شوف النوع الثاني، أو يكون يقول أنا أستاذ أنا الاقتراب حنقترب من هنا، إذا كنت أنا جاي من الصادات مصري من السينات في الاتجاه الموجب وجاي بهذا الاتجاه أو أخذ بهذا الاتجاه من مصري الثلاثة، إذا الاقتراب هذا يكون من اثنين، قد يكون الاقتراب من اليمين، قد يكون الاقتراب منين؟ من اليسار. تعالوا تفهم الفكرة، نحاول بقدر الإمكان نفهم الفكرة سهلة. نبغى نفهم مفهوم النهايه، باش نفهم النهايه شنو تعني، ونشتغل الدار، نشتغل على الليمت او النهايات، نعرف شنو نقول هنا. فهم مفهوم الدرس،
كويس. شوف هنا اذا كانت صاد تساوي 4 س ناقص 5 هذه الداله، قال لك ناقش نهايه الداله هاد، يعني نهايه صاد عندما س تقترب لمنه اقتراب شديد للثلاث، عندما تقترب لمنه للثلاث كم تساوي؟ كويس. تعالوا احنا نحاول بقدر الامكان ان نسرع مع الوقت، فهم يا عدينا الجدول، تعالوا نشوفوا شو علينا. شوفوا هذا، هل الاقتراب هذا منين؟ شوف الاقتراب من منين؟ على صوره س تنتمي، يعني س بناخذها عنصر تنتمي للفتره هذه، منين؟ من ناقص ما لا نهايه الى الثلاث، من ناقص ما لا نهايه الى الثلاث، يعني الاقتراب من اليسار. كويس، والجدول هذا يوضح لي الاقتراب من اليمين، منين؟ من موجب ما لا نهايه الى عند الثلاث، اذا انا بناقش الفتره هذه والفتره هذه ونشوف الواحد. شوف هنا انت يا طالب تو حاول انك انت تجري العمليه هاد براحتك، مش تفهم هالدوال. شوف هنا قيمه س عندما تساوي 2 شو معناه؟ قيمه الداله عندما س تساوي 2، اذا حولوا س نحطه بدل قيمتها تصبح هنا 4 في 2 ناقص 5، على طول كم تساوي؟ ها 4 في 2 8، 8 ناقص 5 كم؟ 3. اهي هذه قيمة صاد، هاي قيمة صاد. كويس، يعني عندما س ب 2 شوف الصاد كم؟ الصاد ب 3، الصاد ب 3 1 2 3، اذا الصاد ب 3 هذا المقصود به. كويس، شوف الاقتراب توا احنا هنا توا الكل يركز معي توا، الان احنا مالناش مناقشين الاول هذا بينا، احنا نبدا من الثلاث وين تبدا س تقترب لمنه؟ للثلاث. اذا هنا نجو هنا 2 طلعت لي 3، كويس. نجو هنا بعد 2 شوف هنا لعند 2.5، هذه 2.5 اهي تطلع ب 5، يعني 4 في 2.5 ناقص 5 تعطينا 5. شوف انت اشتغل ركز معي باش تشتغل بروحك، اهم شيء تفهم الفكره كيف جت، بس كيف اشتغلنا كيف عوضنا، لان الشغل انت هذا سهل. تعال 2.75 يعني 2.75 يعني بعد النص. شوف هو كله بيفهمك كيف تقترب السين للثلاث. كويس، اعطتنا كام؟ 6، يعني 2.75 يعني هنا نص هنا ثلث ارباع، 2.75 معنا شوف هنا تعطينا 6 قيمه ص. كويس، شوف هنا ما زال بيقترب شيئا فشيئا، جزئيات صغيره. 2.9 9 من 10 هتعطينا 6.6. لاحظ كمل في ساعه السريع شويه، 2.99 من 100 تقرب حكايه بشويه لمنه؟ تقرب للثلاثه تعطينا 6.96. شوف 2.999 شو بتعطينا هنا؟ 6.996. لاحظوا هنا الفارق حيبدا ضعيف وقيمه مهمله صغيره، القيمه هذه تبي تصبح الى ان شنو؟ الى ان تقترب للثلاث تعطينا 7، وان تقترب للثلاث تعطينا 7. شوف انا درت عمليه سهم يعني 2.999 عد هنا تعطينا قيمه. شوف هنا كلما زاد بهذا الشكل القيمه تضعف جدا تقترب للصفر، يعني الفروق الفرق هنا يبدا بسيط جدا يؤول للصفر يقترب للصفر. ولهذا هذه نقوله هنا عندما س تقترب شوف الكلام تقترب تؤول لمن؟ للثلاثه كم تكون؟ 7. هذا الاقتراب اذا كان منين؟ من اليسار، اذا كان من الجهة اليسار. يعني العملية هاد نقدر احنا نلخصها نقوله نهاية ناخذ لها رمز نون ها الف نها، على طول نقراها نها، نهاية الأربعة سين ناقص 5 عندما سين تقترب تقول نفس الكلمة رمز معايا تقول للثلاث راهي بتساوي كام؟ 7. شوف الكلام هنا، شوف كيف قالت، كيف يعني نقدر احنا نقولوا نهاية الشيء، نهاية اعطيني من نهاية، يعني حتى وين واحد يحكي قول اعطيني من نهاية من الأخير يعني. كويس، تعالوا نشوف الاقتراب منين؟
بنيانين على الفترة من 3 إلى موجب من النهاية، من 3 إلى موجب من النهاية. جيب هذا الاقتراب، شوف أنا، شوف الاقتراب 4 يقترب منه للثلاثة اللي أنا جاي بهذا الشكل. يعني تصور كأن سيارة توصل للهدف نتاعها، يعني توصل مدينة معينة حتى احنا بهذا الشكل. كم مزال من المدينة؟ كم مزال؟ كم مزال؟ قريب نص كيلو، ربع كيلو، بهذا الشكل 200 متر، 100 متر، 50 متر. ها شوف العملية هاي نفس الكلام. كويس، شوف هنا عندما سين بأربعة، يعني وين قيمة السين بأربعة؟ أعطتنا صاد بـ11. ركزوا، أربعة في الأربعة 16، 16 ناقص 5 11، أهو قدامها. تعال التالي، عندما سين طب تعدى منه، تعدى الأربعة تخش على الفترة هذه، تخش منين؟ من الثلاثة اللي عندنا أربعة تخش هنا، يعني القيمة أقل من أربعة أكيد وأكثر من الثلاثة. تمام، يلا 3.75 هنا 3.5 الجزء هذا جزء من الأربعة. شوف تبع الحركة نتاعي هنا توا، شوف الاقتراب 3.75 أعطتنا 10 أو جدول. كويس، عوض أنت بروح 4 في 3.75 ناقص 5، اشتغل حتى بالآلة وراي، شوف روحك طلعت 10. كويس، عدي يعني قيمة صاد 10. شوف شو بيصير هنا بعدين 3.5، عرفتها 3.5 بدل 3.25، نعرف احنا 3.25 أكبر نص. كويس، جت النص شنو أعطتنا؟ 9. لاحظ هنا شنو صار هنا، هاي 3.1، 3.1 شوف 3.1 يعني بعد الثلاثة زاد. طيب شوف هنا شنو تعطينا هنا 3.1 7.4. شوف العدد شو بيصير لهنا 3.1 ما بين 1 من 10 تنزل 1 من 100، يصغر العدد، يصغر العدد. لاحظوا ان العدد الفرق هذا يصغر الجزئي هذه تقترب لمن شباب، اعطتنا 7.4 من 10، 3.1 من 1000. شوفوا الكلام 1 من 1000 معنى العملية خيرها تصغر لمن تقول للصفر، يعني الفروض بسيط يصبح انا فرق بسيط يصبح 7.4 من 1000. شوف هنا 11 10 9 7 فاصلة، هو الكلام، هو الكلام هنا، الكلام هنا بشي فهم لك النهاية، هو 7.4 من 100، 7.4 من 1000، زيد رقم تاني تلقى 7.4 من 10000، يعني الكلام هذا حيصغر يصغر إلى أن يتلاشى ويسموها مقدار مهمل. شوف الكلمة الأخيرة هي، إذا اقتربت اقتراب شديد منين؟ من الثلاثة ردالة اقتربت لمنه؟ للسبع، اقتربت للسبع. شوف العملية هنا، هذا هو مفهوم النهاية ببساطة جدا. وهنا نجو نعبروا عليها ونقول تو الآن هنا خشينا من اليمين، دخلنا من اليمين أو اقتربنا من اليمين. 4 س ناقص 5 عندما سين تؤول للثلاثة تساوي قلنا 7. تعالوا نفرقوا هنا الاقتراب منين؟ من اليسار. كويس، نجيو على الثلاثة هذه باش نفرقوا ونكتب الإشارة الناقصة هي لا تعني سالب ثلاث، ولكن الإشارة هان تعني اتجاه، يعني شنو؟ منين دخلنا للثلاثة؟ منين اقتربنا للثلاثة؟ منين؟ من اليسار. لاحظ هنا شنو هنا؟ سين الاقتراب منين؟ من اليمين. ركزوا اهو، جينا من جهة اليمين، إذا نضع الإشارة الموجبة من اليمين. شنو تلاحظ؟ نلاحظوا الآتي، إذا اقتربنا من اليسار أو اقتربنا من اليمين لازم تعطينا قيمة واحدة، قيمة الدالة. من هذا ما فيش نهاية، من هذا ما فيش نهاية، اقتراب من اليمين اقتراب من اليسار ما فيش نهاية. لاحظوا هنا أعطتنا هنا كم؟ 7. أعطتنا هنا 7، سواء دخلنا من اليمين دخلنا من اليسار أعطتنا قيمة وهي 7. إذا تفهمنا، إذا ملخص الكلام هذا، مفهوم النهاية ببساطة جدا جدا أن السين راهي تقترب اقتراب شديد للنقطة اللي احنا نبحثوا عليه اللي بنناقشوه عندها النهاية.
وهذا الاقتراب قد يكون من اليمين قد يكون من اليسار، والاقتراب من اليمين واليسار وعندما تكون الدالة حدودية ما تفرقش، لكن بعدها قدام حناخد الفرق في لازم نناقشه من اليمين ونناقشه من اليمين من اليسار عندما تكون الدوال مجزأة، يعني دالة متكونة من عدة أجزاء لازم نناقشها، خش من اليمين وخش من اليسار. طيب الفكرة هذه بتكون عندي نتو خلاص شنو فهمت أن راه فيه نقاش من يمين ومن اليسار، وفهمنا كلمة اليمين كيف واليسار ماذا تعني واليمين ماذا تعني حتى ولا فهمنا. ورد بالك وليدي ركز معاي واحدة واحدة باش نفهم الدرس، يبدأ الدرس هذا مفهوم وسهل كويس. تو الآن في سؤال قبل نخش في جاد نهاية كلام هذا، سؤال كالآتي كيف؟ يقول لي أستاذ لو كان أنا عندي نهاية 4 سين ناقص 5 في سين ناقص 3 على أو دالة حول النهاية دالة سين على سين ناقص 3 شوف هل كلامك أنت قيمة الدالة هي نفس النهاية؟ مش دي ركزوا شني سؤال هو سؤال أفهم سؤالي كويسة يا استاذ، هل قيمة الدالة رأوا اسمعوا ركزوا قيمة الدالة والندوة على دالة ضمير مصر تقديره صاد رأى ندوة على صاد عندما منه عند سين أيوة شني هل السؤال هو قيمة الدالة هو نفس النهاية؟ مش دي والدليل اهو عندي انا كيف دال صفر سوري دال ثلاثة تساوي شنو تساوي 4 ضرب 3 ناقص 5 في 3 ناقص 3 في 3 ناقص 3 شنو صار هنا صارت مشكله شنو هي المشكله المشكله الاتي أن المقام لوطة صفر والبسط تساوي صفر شفتوا قيمة الدالة أعطتنا صفر على صفر تو نبدو نفهم صفر على صفر هذا ماذا يعني صفر على صفر هذا مقدار غير معين مقدار خيرة غير معين يعني ما هوش حقيقي كان ما نعرفش ولهذا يقول لك كمية غير معينة شفتوا هنا ما عطتناش يعني هذا يثبت على أن قيمة الدالة ما هي الشرط أن تعطيني النهاية هذي بيش نفهم الكلام هذا هنا جد أوكي لكن هنا ها لا تعالوا نشوف النهاية ترى بيش نتبتوا كلامنا ونقولوا نهاية 4 سين ناقص 5 في سين ناقص 3 سين ناقص 3 عندما سين تقول لثلاث تقترب لثلاثة شو نلاحظ هنا الآن أن ممكن نختصر واحد يقول لي سبعة ونختصر هذه كويس وشو تصبح هنا نفس القصة عندما سين تقترب لثلاثة 4 في 3 ب 12 ناقص سكن على طول 7 شو يعني هذا أن النهاية موجودة والدالة غير معرفة على مجموعة الأعداد الحقية شد المعلومة كويس ركز معاي إن شاء الله تركز معاي بس ها يعني هذا الكلام يثبت لك أن قيمة الدالة لا تعني بالضرورة نهاية الدالة نهاية الدالة كلامي واضح إن شاء الله ها؟ ده يعني كويس إذا فهمنا أول حتى اللي عندنا توا مفهوم النهاية إن شاء الله فهمناه مفهوم النهاية مفهوم كويس عندما سين تقترب لعدد نبوها قيمتها قيمة النهاية كام كويس وبعدين فهمنا معلومة كويسة شن هي أن لا تعني بالضرورة أن قيمة الدالة تساوي النهاية طبعا هنا نلاحظ ان
الثلاث خارج النطاق. شو تقول لي استاذ انت؟ خارج النطاق. النطاق قيم سين، وقيمة سين احنا فهمنا من تعريف الدالة انها بتعطينا قيمة قيمة وقيمة واحدة فقط، وهنا ما اعطتناش قيمة، اعطتنا صفر على صفر، صفر على صفر على وين انت بقديش؟ مش حقيقي. شفت الكلام؟ كويس، هذا توا ان شاء الله فهمنا النقطتين هذين اثنين فهمنا. توا نبقوا نحسبوا النهاية. نحسب فهمنا المفهوم خلاص. توا نبقوا كيف يا استاذ اني نحسب نهاية الدالة؟ شوفوا معي درس اني سهل جدا جدا، تعقدش روحكم، اسهل درس نعتبره ونبدا فهم خلاص. اهم شيء نفهم الكلام هذا. طبعا هذا شوفها نهاية اليمين نهاية اليسار، اول واقين ما نستحقونش في اي دالة من الدول لدينا، نستحقون بعدين في الدول المجزأة بس، لكن تبطلت ان نراه النهاية تخش من اليمين تخش تدخل من اليسار، راني بتعطينا قيمة واحدة لابد باش تكون الدالة موجودة يعني معرفة تعطينا قيمة. تمام كويس. تعالوا معي، تعالوا بسهولة جدا بدون تعقيد. انت تبي شنو؟ تبي النمت، تبي النهاية، صح؟ كويس. هذا السؤال يقول لي اوجد نهاية، هذا السؤال هو اوجد نهاية. نها انت اول حاجة ركز على من؟ ركز على سين. شنو السين هذه؟ هذه هي التعريفة، بدونها سؤال ناقص. ركزوا، أول حاجة ركز عليها شنو هي؟ التعريفة. أنت ما تدخلش هنا البوابة من يقول لك هات الباش تعريف، كويس؟ حتى هنا السؤال هذا يقول لك سين لمن تقترب. الكلام اللي هنا شنو؟ سين لمن؟ مين؟ شوفها نهاية سين تقترب لمن؟ لاثنين. أهم حاجة شنو؟ يا إما سين بالكلام هذا، يا إما تقترب لعدد حقيقي، عدد حقيقي، أو يقترب لما لا نهاية. طالب سؤال هو باش انت فاهمه من توا، ركزوا على شنو؟ على سؤال النهايات. أوجد نهاية، أول تخطر علي أول حاجة تجي للسؤال وتقول أنا سين لمن؟ لعدد والله لما لا نهاية. هذا أول شيء، أولا لعدد، أولا سين تأول أو تقترب عدد حقيقي. خلاص خلوا توا ثانيا تقول لما لا نهاية بروحها نتناولها بعدين، لكن خلونا توا في الدو هذه أهم. سين شنو؟ لقينا راعي سين تأول أو تقترب، نفس الكلمة قريبات البعض يعني ان اثنين يؤدي لنفس الغرض، كويس تمام. استاذ لقينا سين تقول لي عدد هنا، كويس نعرف الدالة هذه شنو دوت شنوها؟ انواع الدوات شنوها؟ هذا اهم شيء. شنو رقم واحد؟ دالة حدودية. دالة شنو؟ حدودية، يعني حد واحد، حدين، ثلاثة حدود، أربع حدود، سمي ما تشاء. الدالة هذه محايدة صاد تساوي سين، دالة ثابتة صاد تساوي كاف عدد، ها؟ المهم حدودية. كيف نجيب النهاية؟ شوف السؤال، كيف نجيب السؤال؟ كيف نجيب الإجابة؟ تعويض مباشر عن قيمة سين. والله ما تعقد روحك، والله ما تستاهل الدوا هذه كلها، تسهل جدا، تبع معي بس وانت حتجاوب على الأسئلة هذه كلها. ها في ها شوف ركزوا، نهاية سين تربيع زائد ثلاثة سين ناقص واحد، عندما سين تؤول منه لصفر، عدد ولا مش عدد؟ عدد.
شنو ندير؟ نعوض تعويض مباشر. سين صفر، ثلاثة صفر، شنو قبل؟ ناقص واحد، إذا النهاية ناقص واحد، تمام. فهمتني؟ اثنين نهاية سين تكعيب ناقص خمسة على منو؟ على سين تقول لي واحد. عوض تعويض مباشر، شنو هذا؟ واحد تكعيب واحد، واحد ناقص خمسة كم؟ أربعة. ناقص سالب. قريتها. سين الدالة اللي قدامي نشوفها دالة حدودية. بقى لو كان أعطاني نهاية سين وسكت سين تقول لي صفر، خلاص سين بصفر، حط صفر مباشر. دالة ثابتة أربعة نهاية خمسة عندنا سين تقول أي عدد، ما تفرقش ما تغيرش. لماذا؟ لأن اسمها الدالة الثابتة تعطينا شنو؟ خمسة. خد بالك أي عدد يحطها أنا خيرها نفس العدد. هذه بالنسبة للدالة الحدودية، هذه بالنسبة للدالة الحدودية. إذن تعالوا نريحوا شوية ونقولوا شنو؟ احنا نبوا النهاية. الطالب راه بيسلوك، مش بيسلوك أنت، بيسلوك في جهة النهاية أو وجد نهاية. ولهذا باش نفكرك طول تعالى سوي سين تقول لي منو؟ لعدد. خلاص شنو نوع الدالة الحدودية؟ لازم نعرفها. تو احنا ندوى على اساس في تسلسل في الرياضيات درس بدرس ومتفاهمين. دالة حدودية مجموعة من الحدود، نعوض تعويض مباشر، شنو بتعطينا انا؟ النهاية. تم. اثنين دالة قياسية. دالة شنو؟ قياسية. ماذا تعني لك الدالة هذه؟ بسط ومقام. بسط ايه؟ ومقام. توا ناخذ فترة راحة شوية باش نستأنفوا، ناخذ بعدها نكملوا الدرس الدالة القياسية، لأن الدالة القياسية راهي شنو؟ مهمة جدا جدا، وراء هذه صلب النهايات وهنا المشكلة. ولهذا ناخذ استراحة شوية، ركزوا على اللون باش ناخذ الدواء دالة القياسية. والسلام عليكم.